السلام عليكم، انا راف باتيشوي تنديروا اللي بغاوني. تجيو عندنا الناس تشريو، تجيو عندنا الناس تشريو لي برودوي ديالنا، تعجبوهم وحنا تنقدموهم ليهم، تتعاملو معانا مزيان، تعاملو معانا زوين. جمعية أنا الجمعية اللي كتكفل بأشخاص ودعاة إيقاع ذهنية من سن الولادة حتى لسن الرشد، وكتستهدف الأشخاص ذات إعاقة خصوصا ذوي التلوث الصبغي. الباتيسري هو مشروع اللي خدمت عليه الجمعية هذه تقريبا شي 10 سنوات، اللي هو كورشة اللي كتسيبل ان بو ديك لا فورماسيون بروفيسيونيل دي جون، ومن بعد ولينا كنخدموا على لا برودكسيون وعلى لا ميزون اون فارو لو برودوي ديال لي جون اترافيغ لي اما كيما شتي لو كوان انايس ولا بار لي بريستاسيون لي افيك لي بارتنير ديالنا. ها تقلموا لانهم داروا فورماسيون في هذا المجال اللي خلاتهم انهم يتقلموا ويتكيفوا، علما انهم استفدوا واحد المشروع ديال التكفول اللي ساعدهم في المجال ديال التمدروس المكيف وتكوين المكيف سكيفي، وداروا ستاجات كيفي تهيئوا فيما فيه الكيفي انهم يندمجوا ان شاء الله في المجتمع في هذا المجال ديال الباتيسري ولا ريستوراسيون. هاد لو كونسيبت زعما تيبين لك ان سي زعما سي جوست اون فوس ايديا اللي عندنا في لا سوسيتي اي كي سون انديبوندون، سيتادير الدليل هو كيما شفتو دابا تيديرو ليفريزون زعما تيديرو صوبو ليك لا كوموند ديالك راسك، تيديرو كلشي ديالك راسك، اي ميم تيديرو ليك حتى لا ميزون بلاس اللي كنتي باغي تغدى هنايا اكسترا. كل مرحله والبرنامج ديالها، بحال دابا في راس العام تيديرو الحلويه ديال راس العام، دابا في رمضان تيوجدوا الحلويات ديال رمضان مما هي الشباكيه وحلويات الى غير ذلك، مسمن بغرير الى ذلك، والحمد لله تيطوروا المهارات ديالهم في هذا المجال بصفه عامه.